انضم الينا عبر الهاتف الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري. دكتور فؤاد، اهلا بك معنا على شاشه اون لايف. يعني دستوريا، هل هناك اي التزام دستوري يلزم الحكومه على تقديم الاستقاله او تلزم الرئيس بتغيير الحكومه؟ يعني ما مصير الحكومه بعد اداء رئيس لليمين الدستوريه امام البرلمان لفتره رئاسيه ثانيه؟ اولا، لا يوجد التزام دستوري للحكومه تقدم استقالتها، وان كان هناك في نص المادة 174 ان الحكومة بتقدم الاستقالة والوزراء بيقدموا الاستقالة الى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بيقدم الاستقالة رئيس الجمهورية، الا انه الدستور لم يتكلم عن وجوب تقديم الاستقالة عند تجديد ولاية الرئيس. كذلك بالنسبة لتعيين المحافظين او انتخابهم بصفة عامة، هنلاقي المادة 179 بتتكلم عن تعيين المحافظين او انتخابه، ولكن لم يتكلم الدستور عن وجوب تقديم استقالتهم عند تجديد ولاية الرئيس. اذا النص الدستوري، لا يوجد نص دستوري، لكن العرف جرى ان الحكومه بتقدم استقالتها والرئيس هنا بيديها يمنحها ممكن الثقه مره اخرى، او ممكن يجرى تعديل دستوري، وذلك وفق الصحات المخوله في الماده 146 والماده 147 من الدستور. كذلك المحافظين ممكن يقوموا بتيسير اعمال المحافظه، كله في نطاق محافظته. ده العرف، لكن ما لا يوجد نص دستوري على. ولكن دكتور، المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 79، القانون الخاص بالإدارة المحلية، يقول أنه مجلس المحافظين هو مستقيل في مختلف المحافظات الجمهورية بقوة القانون وفقا لنص هذه المادة، على أن يستمر زي ما حضرتك ذكرت، يستمر في تيسير الأعمال لحين تشكيل مجلس محافظين جدد. إذن مجلس الوزراء بإمكانه أن يستمر، ولكن مجلس المحافظين هو مستقيل طبقا للقانون. هو ممكن، لان انت حضرتك الماده 139 من الدستور، رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورئيس السلطه التنفيذيه. يعني رئيس الجمهوريه وفق الماده 139 من الدستور 2014 هو رئيس الدوله ورئيس السلطه التنفيذيه، يسهر على تاكيد القانون وعلى احترام الدستور وعلى مصالح الشعب رعايه كامله. فبالتالي المحافظين، يعني اولا لان احنا مش بصدد رئيس جديد، هو فخامه الرئيس هو اللي موجود وهو بيكمل الولايه الثانيه للرئاسه، وهو اللي مختار الوزراء، وهو اللي مختار المحافظين. فبالتالي ما فيش معضله او مشكله قانونيه ازاء ذلك، لان احنا امام نص دستوري، لا يوجد نص دستوري في الزام. فبالتالي المساله مساله تقديريه لرئيس الجمهوريه. نعم، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف دكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري.